دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار والموضوعات اللي هتحصل النهاردة، وأيضا أهم الماتشات اللي هتتلعب في دوري أبطال إفريقيا، وخصوصا المواجهة المرتقبة ما بين فريق النادي الأهلي المصري وفريق الهلال السوداني. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهرياً، وبيتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بجانب أيضاً السلع التموينية اللي بتصرف لما يقارب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه شهرياً على بطاقات التموين. النهاردة هتستأنف الدورة الثانية من الدبلومة الإفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين في أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ عدد 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكورة، وبتدخل ضمن تقييم المدربين، وهتستمر الدورة الثانية من السبت 1 إبريل 2023 للسبت 8 إبريل. النهاردة والعشاء الكرة الأفريقية موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي هيواجه نادي فيتا كلوب الكونغولي الساعة 6 مساءً. وفي 9 مساءً هيلتقي الأهلي مع الهلال السوداني. وفي نفس التوقيت هيلتقي سان داونز الجنوب أفريقي مع القطن الكاميروني. والساعة 12 صباحاً هيلتقي الوداد المغربي مع شبيبة القبائل الجزائري. وفي نفس التوقيت هيلتقي الترجي التونسي مع شباب بلوزداد الجزائري.